السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية اليومية المستمرة بشأن العدوان على غزة. نناقش اليوم استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في القطاع وتطورات المشهد في الضفة الغربية المحتلة في ظل حديث عن صفقة لتبادل المحتجزين. مشاهدينا، سيكون معنا في هذه التغطية من إسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار الشلبي، وكذلك سيكون معنا من الضفة الغربية المحتلة المحلل السياسي الفلسطيني رمزي فياض، وستكون معنا كذلك من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. فاصل قصير ومن ثم نبدأ التغطية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، بعد مرور أكثر من 120 يوما على الحرب المتواصلة ضد المدنيين في غزة، تتواصل كذلك التغطية الدائمة من خلال قناة الرافدين. مشاهدينا، سنبدأ هذه التغطية مع الضيفين المتاحين الآن، ولاحقا تنضم إلينا الصحفية إيمان السيلاوي. معنا الآن الأستاذ رمزي فياض، وهو طبعا المحلل السياسي الفلسطيني، وكذلك الدكتور بشار شلبي عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني. أبدأ معك دكتور بشار، طبعا الحرب الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة لليوم 21، ما الرسائل التي يريدها الاحتلال الصهيوني من استهداف المدنيين مع اقتراب مهلة قرار الجنائية الدولية لوقف الانتهاكات؟ قاربت على الانتهاء، تفضل. تحياتي لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء، وتحياتنا لأولئك الذين ما زالوا صامدين رغم مرور 121 يوم على الإجرام وعلى الكارثة التي يلحقها التوحش الصهيوني بشعبنا في قطاع غزة. منذ اللحظة الأولى التي تحركت فيها آلة الاحتلال للانتقام من الشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر، هذا الطوفان الذي زلزل أركان الكيان وزلزل أركان المنظومة الدولية كلها بحق، بعد ذلك انتقلت آلة الاحتلال للإجرام للانتقام لمحاولة نسف كل ما يمكن أن يعلق بالذاكرة الفلسطينية والذاكرة العربية والذاكرة العالمية من 7 أكتوبر. يعني هي عملية انتقامية أولا، ثانيا هي عملية باتجاه اغتنام فرصة الوقوف الأمريكي الكامل مع الاحتلال والانحياز التام له وللغرب للاحتلال لتنفيذ ما لم يستطع الاحتلال أن ينفذه سابقا. لكن 120 يوم من الصمود، 120 يوم من استمرار المقاومة، 120 يوم من تغير المزاج العالمي، و 120 يوم خلالها مثل الاحتلال لأول مرة منذ نشأته في صندوق الاتهام أو في قفص الاتهام أمام محكمة العدل العليا الدولية. هنا الاحتلال وجد نفسه بغير أدوات حقيقية سوى الاستمرار بالمجازر. رسائله هي فعليا للعالم ولمحكمة العدل الدولية أنه سيستمر بمجازره حتى يحقق له العالم بالضغوط على حماس والضغوط على الشعب الفلسطيني ما لم يستطع هو أن يحققه بآلة التدمير والإجرام. أستاذ رمزي، المقاومة الفلسطينية من جانبها أعلنت أنها سددت ضربات جديدة لقوات الاحتلال وأوقعت لديه خسائر على مستوى المعدات وكذلك الجنود. السؤال هنا، ما أثر هذه الضربات برأيك على الشارع الإسرائيلي في الكيان المحتل وهو الضاغط على متخذ القرار كما تعلم؟ هذه الحرب هي عدوان على الشعب الفلسطيني، يعني من الخطأ أن نصورها بأنها معركة بين جيشين. لكن العدوان على الشعب الفلسطيني من جهة بكل الآلة الصهيونية والدعم الأمريكي، وبالمقابل هنالك من يدافع عن كرامة الشعب الفلسطيني بإمكانياته البسيطة. لكن بالمحصلة المجتمع
الصهيوني يعاني من عدة أزمات. الأزمة الأولى هي أزمة عدم الشعور بالأمن، وهذا ما كرسه حدث 7 أكتوبر. ولكن حتى على مدى السنوات السابقة، المواطن الذي يعيش في إسرائيل لا يشعر بالأمان. وكذلك ما استجد من جديد أن هذه الحرب الوحشية العدوانية تكلف الخزينة الصهيونية، وكذلك تكلف حتى المواطن العادي من ظروف حياة اقتصادية صعبة. يضاف إلى ذلك ما يحدث في الإقليم، ما يحدث في الإقليم يؤثر على الاقتصاد الصهيوني بشكل كبير. وأيضا الأزمة الأخرى وهي أزمة عدم الثقة بالحكومة اليمينية الإسرائيلية التي عجزت لغاية الآن عن إعادة بين قوسين المخطوفين، وعجزت أيضا عن تحقيق إنجاز يمكن أن تباهي به أمام الجمهور الإسرائيلي أو الناخب الإسرائيلي. لذلك الأزمة تتفاقم في الشارع الصهيوني، وكذلك الإمعان في الجريمة الصهيونية يضع إسرائيل في موقف صعب أمام المجتمع الدولي، وهذا أثر بتغيير المزاج الدولي تجاه الكيان الصهيوني. مجموع هذه العوامل تجعل من الموقف الفلسطيني موقف أكثر قوة، ولكن ينقص الموقف الفلسطيني أيضا، حتى نتحدث بموضوعية، ينقص الموقف الفلسطيني التفاهم الداخلي بين القوى والأحزاب والتنظيمات الفلسطينية على رؤية ماذا نفعل أمام هذه الجريمة الصهيونية. ليس هنالك رؤية واحدة موحدة، وأيضا ماذا بعد وقف العدوان الصهيوني. أستاذ بشار، من جديد إليك. يعني الاحتلال الصهيوني يتحدث اليوم عن منطقة عازلة في شمال قطاع غزة. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى واقع هذا الحديث على الأرض في ظل استمرار الاشتباكات سواء في الجنوب أو الوسط أو الشمال؟ يعني شهدت الأهداف الصهيونية مجموعة من التراجعات، وإن كان بقي الإطار الإعلامي للمتحدثين الصهاينة ولرئيس الوزراء وغيره من قادة الكيان في إطار تحقيق الأهداف والإنجازات، لكن هذه التراجعات كان جزء منها متعلق بالانسحاب من قطاع غزة مع وجود يعني شريط عازل من المنطقة الشمالية من المنطقة الشرقية. لاحقا تم الحديث عن السيطرة على محور فيلادلفيا اللي هو يفصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، وهكذا. هذا جزء من الارتباك الصهيوني وجزء من الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة أساسا، واللي كان على رأسها ما يتعلق باستعادة الأسرى الصهاينة بالقوة وبالقوة العسكرية فقط، وأيضا تفكيك وإنهاء القوة العسكرية والوجود السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والوصول إلى قطاع غزة بين قوسين بدون أي تهديد للكيان الصهيوني. كل هذه تم التراجع عنها بشكل أو بآخر، وإن كان أحيانا كما قلت يحافظون على لغة الخطاب لغايات داخلية ولنوع من أنواع الصراع الداخلي في الكيان الصهيوني. بمعنى أنه الحديث عن هذه الأمور في ظل ورقة باريس وفي ظل محاولة الأطراف المختلفة وخاصة قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار وتبريد المنطقة، لأنها ترى أي الولايات المتحدة أن استمرار الحرب في قطاع غزة يؤثر على الولايات المتحدة نفسها وخاصة على الديمقراطيين، كما أنه يؤثر على العالم وقد ينقل العالم على غير رغبة الأطراف الرئيسية إلى حرب شاملة. كل هذا لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، إذن هي تضع يعني نوعا من الضغط باتجاه الوصول إلى وقف إطلاق النار. كل هذا الأمر لا ينسجم مطلقا مع ادعاءات الكيان الصهيوني أنه سيحافظ أو سيحتفظ بمنطقة شمالية، بل بالعكس، إذا كان هذا الكلام جادا فهو نوع من أنواع تفجير الورقة قبل الوصول إلى إجابات من الأطراف وخاصة من طرف حركة المقاومة الإسلامية عليها. وهنا بس اسمح لي أن أشير أنه يعني ما تفضل به ضيفك الكريم، الموقف الفلسطيني بالمناسبة موحد باستثناء ما برز وظهر من مواقف لرموز من السلطة حاولت في المرحلة الأولى أن تتحدث عن محاسبة حركة حماس على 7 أكتوبر، ويعني بمعنى المطلوب اليوم أن تنضم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى العموم وإلى الموقف الفصائلي كله الذي يقف بكليته خلف الفرصة التي تلوح الآن لاستعادة كثير من الحقوق الفلسطينية التي تم تجاوزها في أوسلو.
هذا هو المطلوب ل يعني إظهار الصورة الحقيقية للموقف الفلسطيني الموحد. خطوات عملية من السلطة ومن رئيس السلطة ومن أركان السلطة تفي في هذا الموضوع وتقوي الموقف الفلسطيني وتنقله لجانب الفاعلية بدل من جانب الانتظار الذي نراه الآن في مواقف السلطة. نعم. أستاذ رمزي فياض، بالنسبة لرفح، ما خطورة توجه الاحتلال لشن عمليات عسكرية فيها بالرغم من تمركز أعداد كبيرة من النازحين؟ يعني ما يزيد عن ثلثي سكان القطاع يتمركزون حاليا في منطقة رفح كما تعلم. ماذا سيحصل حال أراد الاحتلال أن يخوض العملية العسكرية هناك؟ كما قلت، يعني ثلثي سكان قطاع غزة مهجرين في رفح، وبالتالي أي عملية عسكرية في رفح لها عدة ارتدادات. الموضوع الأول أن هذا الكم من البشري في ظل القصف الصهيوني هذا يمكن أن يوقع أضعاف مضاعفة من الخسائر البشرية ومن الضحايا من الشهداء. الجانب الآخر وهو جانب تصر عليه حكومة اليمين الإسرائيلي، يعني اللي هي سياسة التهجير، الضغط على رفح يعني الضغط على الحكومة المصرية لفتح الحدود وبالتالي عبور الآلاف بحثا عن الأمان إلى مصر، وهذا يشكل جوهر المشروع اليمين الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير. لذلك الحكومة المصرية تدرك بأن ارتدادات ممكن أن تنعكس عليها حتى في الداخل المصري، وأيضا تحرج موقفها أمام الشعب الفلسطيني وأمام الشعب العربي وأمام شعبها. لذلك مفهوم العملية العسكرية في رفح هو مفهوم حكومة اليمين الإسرائيلي لتحقيق إنجاز استراتيجي، وهو تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إن لم يكن أكثر إلى مصر، وبالتالي قلب الطاولة على رؤية المجتمع الدولي ورؤية الإقليم بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. إذا ما نجح بين قوسين المشروع الصهيوني في إتمام عملية في رفح وتهجير الفلسطينيين، هذا يعني إنجاز للرؤية اليمينية الإسرائيلية بتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين. نعم دكتور بشار، إكمالا لما تفضل به الأستاذ رمزي، في حال نجح بين معترضتين المشروع الصهيوني واستطاع أن ينقلب على المجتمع الدولي وعلى الأرض يهجر الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، كيف سيكون شكل الصورة؟ يعني في ظل التحذيرات الأممية من تحرك عسكري محتمل كما تعلم قد يخوضه الاحتلال الإسرائيلي في رفح، هل باتت أهداف حكومة الحرب واضحة برأيك؟ والتصور يصب في إطار مثلا تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة. ممتاز، يعني هذه النقطة أتصور أنها نقطة جوهرية في الحوار اليوم، لأنها تشير إلى اتجاهات نتنياهو إلى معارك صفرية مع الجميع. نعم. نتنياهو الآن يراهن على عودة ترامب وعلى عودة اليمين الأمريكي المرافق لعودة ترامب، وبالتالي هو يريد أن يذهب بالمنطقة كلها إلى تصفيات إقليمية قائمة على رؤية اليمين المتطرف الصهيوني واليمين المتطرف الأمريكي، اللي يعني شهدنا مواقفه من خلال وجود ترامب موضوع اتفاقات إبراهام وتجاوز الموقف الفلسطيني وتجاوز القضية الفلسطينية ورسم مستقبل المنطقة الفلسطينية على أساس تحالفات قائمة بين الكيان الصهيوني وبين بعض الأطراف العربية، مع تجاوز كامل للحق الفلسطيني وتجاوز أيضا للمخاوف العربية خاصة مصر والأردن. بمعنى أن نتنياهو يذهب باتجاه توتير العلاقات مع الأطراف المحسوبة بتحالف أمريكي زي مصر وقطر والأردن بانتظار ترامب ليحقق ما كان قد وصف بصفقة القرن اللي قام فيها ترامب، وأساسها التهجير، وقد تتضمن استمرار احتلال قطاع غزة لفترات طويلة وإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة. هذه الصورة هي التي تبدو وتلوح في الأفق من خلال محاولة نتنياهو أن يحافظ على تحالفه اليميني، بل وتوسيع هذا التحالف اليميني من خلال خطاب أكثر تطرفا. يعني هذا الذي يعني يشار إليه ليس بعيدا عن حكومة اليمين المتطرف نتنياهو، وقد نشهد قريبا جدا
في أيام قريبة قادمة خروج بني جاتس من الحكومة لقناعة الأطراف اللي خارج الحكومة بأن نتنياهو يريد أن يذهب بهذا الاتجاه. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني استمرار الحرب وانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية، بمعنى أنه سنشهد باستمرار من هنا إلى الانتخابات الأمريكية، سنشهد نوع من أنواع أو استمرار أنواع القصف وأنواع المجازر بحق شعبنا الفلسطيني، مما يفرض ضغوطا حقيقية من قبل الأطراف الفاعلة في العالم وفي الإقليم. نتحدث عن روسيا والصين، تركيا، مصر، السعودية، أي طرف لا يريد أن تكون هذه الفرصة لنتنياهو لتفجير المنطقة ولنقل الحرب إلى مستوى عالمي، عليها أن تضغط باتجاه الوصول وفورا إلى وقف إطلاق النار وعدم التساوق على الإطلاق مع الرؤية اليمينية المتطرفة التي تمثلها اليوم حكومة بقيادة نتنياهو، الذي أيضا جزء من هذه المعركة بالنسبة له معركة شخصية. نعم، نذهب إلى جنين الآن في الضفة الغربية، ومعنا من هناك الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي. مرحبا بك إيمان. أهلا بكم. نعم إيمان، بداية يعني فجر اليوم وقعت كما تعلمين اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، تحديدا في مخيم بلاطة شرق نابلس. كيف بدأت الأحداث وما الشكل الذي انتهت عليه؟ نعم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وهو جزء لا يتجزأ من محافظة نابلس بحجة مطلوبين لقوات الاحتلال. اقتحمت البلدة بالقرية عفوا المخيم بالقنابل المسيلة للدموع والغاز، وأيضا إطلاق الرصاص على الشبان على التجمعات الشبابية. كذلك رد بالمثل المقاومون باشتباك عنيف وإلقاء العبوات الناسفة وكذلك القنابل محلية الصنع، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان. كذلك كان هنالك اعتقال لأحد الشبان ذوي القيادات في الكتيبة، كتيبة المخيم. كذلك انتقل بعد ذلك القوات الاحتلال لاقتحام عدد من القرى في نابلس وطول كرم وجنين فجر هذا اليوم، من خلال إقامة حواجز عسكرية على المداخل، قامت بتفتيش المركبات وعدم احترام لخصوصية الراكبين، قامت بتفتيش الشبان لساعات، احتجاز المركبة لساعات طويلة دون سبب أو مبرر، تفتيش الهويات للجميع لمن في المركبات، سحب مركبات واحتجازها ونقلها إلى المغتصبات. كذلك اعتقال، كان اليوم هنالك عدد كبير من المعتقلين في جنين وطول كرم ومخيم بلاطة وأيضا في الخليل. كذلك تفتيش خلال الاحتجاز، كان هناك تفتيش للشبان عن طريق خلع ملابسهم واحتجازهم لساعات. كذلك إصابة أحد الشبان بطريقة بشعة، وضعوا أطلقوا عليه قنبلة محلية رصاص مطاطي معدني مغلف بالمطاط، وكذلك ألحقوا به الضرر بالضرب المبرح على جسده، ثم ألقوه فيما بعد لاحقا بعد أخذه كدرع بشري للخروج من المنطقة، رموه على إحدى الطرق ثم تم نقله إلى العيادة للإطمئنان على صحته. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة إيمان. سأعود إليك بأسئلة أخرى. من جديد إليك أستاذ رمزي فياض، يعني الحديث متواصل عن عملية عسكرية برفح كما تعلم، وهذا الحديث يدفعنا لأن نسقط الضوء أكثر على ما يتعلق بمحور فيلادلفيا وهو القاطع الحدودي ما بين غزة ومصر كما تعلم. هل تعتقد أستاذ رمزي أن نتنياهو قادر على تنفيذ رغبته ضاربا بالاتفاقيات الأمنية مع القاهرة عرض الحائط؟ هذا يتعلق أولا بالموقف الدولي وثانيا بالموقف المصري. حسب اتفاقية المعقودة بين الكيان الصهيوني والحكومة المصرية، هناك ترتيبات خاصة في محور فيلادلفيا، وهذه الترتيبات تتضمن أيضا تحديد عدد القوات المتواجدة هناك.
وهذا المحور لا يمكن لإسرائيل أن تستغله أو تستثمره في العملية العسكرية إلا ضمن تفاهمات مع الحكومة المصرية، وحتى الآن لم يصدر عن الحكومة المصرية موقف رسمي بهذا الاتجاه، ولكن في حال أصرت إسرائيل على هذه العملية فإن الارتدادات الأولى ستكون باتجاه مصر، يعني بمعنى أن إذا كانت الحكومة المصرية مستعدة أن تغامر، وهذا ما هو مستبعد، أن تغامر بتدفق الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر، فهي يمكن أن توافق على الفكرة الصهيونية بالقيام بعملية عسكرية في رفح. لكن أنا أستبعد أن إسرائيل يمكن أن تغامر هذه المغامرة، خاصة أن هذه المغامرة تتضمن أيضا سقوط الآلاف من الشهداء في ظل اكتظاظ مخيمات اللاجئين في رفح، نعم وأيضا سياسة التهجير وخروج مئات الآلاف، وهذا يتعارض مع الموقف الدولي أو على الأقل الموقف الظاهر للولايات المتحدة التي تبحث في الوقت الحالي عن تهدئة، خاصة بعد أن توسعت دائرة الصراع لتشمل باب المندب وتشمل الأردن والعراق وسوريا، وهذا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا يصب في مصلحة الرئيس الأمريكي نعم اضطراب الانتخابات الأمريكية. أرجو أن تتفضل لذلك أنا بالبقاء معنا أستاذ رمزي. من جديد إليك دكتور بشار، يعني إلى أي مدى ترى أن احتجاج أكثر من 800 مسؤول غربي على استمرار العدوان على غزة إضافة إلى مطالبتهم بعدم تنفيذ عمليات في رفح، هذا كله مجتمع إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على قرار حكومة نتنياهو؟ يعني هذه الضغوط المختلفة سواء كانت في داخل الكيان الصهيوني أو في العواصم والمدن الغربية أو حتى في سياق الوصول إلى معبر رفح، هذه الضغوط يمكن فعلا أن تؤدي إلى نتائج باتجاه الدفع بوقف إطلاق النار، لكن بكل صراحة هذه الضغوط أترى واضح أنها قليلة على حكومة نتنياهو وعلى نتنياهو، لأن نتنياهو يتحصن بموقفه المرتبط بحكومة مدعومة ب64 نائب، ولا يخضع إلى كل مطالبات بالعودة إلى انتخابات، ولا يخضع إلى ضغوط حتى أمريكية كما يبدو، ولكن هذه الضغوط قد تكون مؤثرة على العواصم الغربية وقد تكون مؤثرة على الغرب، بحيث أنها تتآزر فيما بينها للوصول بضغط حقيقي على حكومة نتنياهو. كل زيارة وكل وصول إلى معبر رفح بدوافع إنسانية أو سياسية أو أيا كانت هو يشكل ضغط، ولذلك الخطوة التي دعا إليها بعض رجال الدولة السابقين من رؤساء وزراء ووزراء وشخصيات سياسية في الوصول إلى معبر رفح ومحاولة الدخول إلى قطاع غزة بناء على مسؤوليتهم الشخصية، وهي مبادرة دعا إليها الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق في تركيا، هذه الدعوة مهمة جدا، ومثلها مهم جدا أن تقوم به أطراف متعددة للضغط، لممارسة الضغط ليس على حكومة نتنياهو، لأنها كما قلت لا يبدو أنها قابلة لاستقبال مثل هذه الضغوطات، وإنما للضغط على العالم ككل ولتحميل العالم وخاصة الطرف الأمريكي والغربي المسؤولية أمام استمرار ما يجري من مجازر ومن انتهاك لحقوق الإنسان وتجويع لقطاع غزة. أستاذة إيمان السلاوي، من جديد إليك، أنت تعلمين أن جيش الاحتلال قرر تسيير دوريات تابعة له في نقاط الاحتكاك في الكثير من مدن الضفة الغربية المحتلة، ما تداعيات هذا على المقاومة الفلسطينية في عموم الضفة بحسب متابعتكم؟ نعم، تستمر قوات الاحتلال لنقل من خلال المستوطنين كذلك الاعتداءات اليومية للمستوطنين وتنقلهم، أصبح لهم تنقل كبير بين المحافظات ما بين الوسط والشمال مثلا وكذلك جنوب الخليل، الاقتحامات المتكررة، أيضا
هنالك اعتداءات من خلال تخريب البنية التحتية. كل هذه الأمور سواء كان تخريب بشكل خدمات المواطنين أو اقتحامات متكررة أو اعتداءات المستوطنين للمزارعين أو للمواطنين المتنقلين بين المحافظات، كل هذا يجعل يعني يعطي للشبان المقاومين تركيز أكثر أو يعلمهم أكثر كيف يقومون بالخطوة التالية. لقد أصبح لديهم فكر بتنظيم أمور عملهم، مثلا لا يستخدمون على سبيل المثال الهواتف المحمولة، أصبح تنقلهم لا يتواجدون في الموقع الواحد فترة زمنية طويلة، تنقلهم سريع. لقد أصبح لديهم بمعنى آخر تنظيم في عملهم، أكثر حيطة وحذر. هنالك ازدياد في أعداد الشبان المقاومين من خلال الأطفال. اليوم أصبح لدينا الأعمار الصغيرة ما بين 16 و17 سنة. أصبح لديهم حب للعطاء للتضحية من أجل هذه الأرض وهذا الوطن. فبالتالي لديهم تعلم وشغف لكيف يستطيعون المقاومة وحماية مخيماتهم ومدنهم وقراهم بطريقة أكثر وضوحا لحماية البلد من هؤلاء المستوطنين. نتابع وإياكم الآن تقرير المعلومات التالية الذي أعده الزملاء في غرفة أخبار الرافدين، ومن ثم نعود. مستمرون معكم، وهذه التغطية في اليوم 121 من الحرب المتواصلة ضد المدنيين في غزة. من جديد أعود إليك أستاذة إيمان، لكن في المقابل هناك مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قفين بطول كرم تحديدا، وهناك أيضا اشتباكات أخرى في بلدة عرابة بجنين. كيف ترين تغير النوعي للمقاومة في كل بلدة الضفة مع كل اقتحام للاحتلال الصهيوني؟ تفضلي. اقتحمها قوات الاحتلال ليلة أمس، تعتبر هي قرية من قرى طول كرم، كذلك عرابة هي جزء من جنين، جنوب غرب جنين. نعم، لديهم في الاقتحامات في القريتين، كيف كانت طريقة الاقتحامات؟ بداية اختاروا وقت ما بعد المساء وليس كما كل بعد منتصف الليل. اختاروا أيضا المشاة على شكل مشاة وليس مركبات. لقد دخلت المركبات ووزعت المشاة في أوج الأمطار في القريتين، سواء كان أمس أو مساء أمس أو فجر اليوم في عرابة أو منتصف الليل كذلك، لأنهم اقتحموا عرابة 3 مرات في نفس الليلة. وقفين كانت بعد المساء
ليلة أمس. نعم. كذلك وجهوا بالعبوات الناسفة والمحل القنابل المحلية الصنوع من قبل الشبان. نعم. كذلك هنالك أصبح لدى الشبان عبر السوشيال ميديا مجموعات رصد. هذه المجموعات الرصد تمكن الشبان من معرفة أين يتواجد تجمع للمشاة أو لقوات الاحتلال في ذلك الموقع من البلدة. نعم. أولا لتطمين المواطنين في منازلهم أنه من لطمأنتهم. نعم. وكذلك بالمقابل من يريد أن يواجه الاحتلال فهم في الموقع كذا من البلدة. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذ إيمان، سأعود إليك على أي حال. من جديد إليك أستاذ رمزي، يعني في ظل هذا التحرك العسكري المحتمل، ماذا عن صفقة وقف إطلاق النار؟ ما النتيجة التي يريد نتنياهو أن يتوصل إليها؟ نتنياهو يبحث عن صورة نصر. نعم. في قطاع غزة، تخديم في الثبات أمام حكومة اليمين. لكن قبل فترة نتنياهو صرح تصريح ملفت بأنه مستعد للتضحية بحكومة الائتلاف الحكومي مقابل استعادة المخطوفين. طبعا نتنياهو يريد ضمانات من الحلفاء المستجدين، يعني المفترضين بدل حكومة اليمين وعلى رأسهم جانت، بأن لا يتعرض للسؤال أمام القضاء الإسرائيلي. نتنياهو في كل هذه المعركة أو في كل هذه الحرب هو يبحث عن استمرار وجوده في المشهد السياسي. نعم. ولذلك نتنياهو لن يترك فرصة تحقيق الصفقة إلا في حال ضغطت الولايات المتحدة على الحلفاء المفترضين خارج الحكومة. نعم. لأن يشكل شبكة أمام القضاء الإسرائيلي. دكتور بشار، برأيك في ظل تصميم نتنياهو على المضي في خطته العملية العسكرية في رفح، هل يمكن إقناع المقاومة بقبول ورقة باريس لتبادل الأسرى والهدنة المخطط لها من أجل قطع الطريق على نتنياهو أمام خوض أو توسعة المعركة البرية لتشمل رفح مثلا؟ هل يمكن للمقاومة أن تقبل بهذا؟ يعني المقاومة في دراستها لورقة باريس ولما سبقها وفي تعاملها مع مجمل المناورات التي تقودها أطراف متعددة سواء بالوساطة أو بصورة مباشرة، المقاومة تضع نصب عينيها مصلحة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالحالة الراهنة من جهة، أقصد الوضع الإنساني الكارثي وهذه الجرائم المستمرة في قطاع غزة، وأيضا القضية الفلسطينية من زاويتها الاستراتيجية ومن زاويتها المتعلقة بالانعتاق من الاحتلال وتجاوز استمرار هذا الظلم وهذا العدوان تحت أي ظرف يلجأ هذا الاحتلال، حتى في سياق التخلص من الأزمات والمشكلات الداخلية يلجأ الاحتلال إلى تفريغ أزماته في قصف وقتل أهلنا سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. إذن المقاومة تنظر من زاوية المصلحة الفلسطينية الخالصة وليس من زاوية التأثير المتعلق بنتنياهو داخليا وخارجيا، حتى لو كان تأثيره على مجمل الوضع الإقليمي، لأن الوضع الإقليمي هو مسؤولية أطراف أخرى وليس فقط مسؤولية المقاومة. يعني هناك أطراف دولية وهناك أطراف إقليمية معنية بالتعامل مع التهديدات والرغبات التي يمثلها نتنياهو واليمين المتطرف. المقاومة دكتور بشار، لكن دكتور بشار هناك من يرون أن ربما يعني يكون إسراع رد حركة حماس والاستجابة مثلا أو خلق شكل من أشكال المقاربات فيما يتعلق بورقة باريس والذهاب مثلا إلى هدنة أو إلى وقف إطلاق النار، سميه ما شئت، ربما هذا مجتمع يقطع الطريق على نتنياهو حتى لا يخوض ما يمكن أن يسمى مثلا مذبحة في رفح. ألا يمكن قطع الطريق مثلا على نتنياهو حتى لا يرتكب هذه الحماقة بين فارزتين؟ صحيح، يعني هذا هو جزء من إدارة المقاومة لمختلف المطروح وخاصة ورقة باريس. هذا الذي تتفضل فيه هو في جوهر الاهتمام وفي جوهر المتابعة كما أعلنت المقاومة ذلك. لكن هذا لا يأتي ضمن إطار أي تخويف للمقاومة، لأن الثمن العظيم دفعه الشعب الفلسطيني وللأسف الدماء دفعت، قتل الأطفال والمجازر
هدم البنيان في قطاع غزة، تجريف قطاع غزة، 70% من قطاع غزة تم تجريفه أو 80%. لدينا 30,000 من الشهداء، أكثر من 30,000 من الشهداء والمفقودين، لدينا أكثر من 70,000 من الجرحى، لدينا كل هذه المجازر. يعني التضحيات الجسام قدمت والأثمان تم دفعها على يد آلة الاحتلال. فالحسبة ليست سهلة، معقدة، والمقاومة مطلوب منها أن تختار موقفها بدقة وبعناية، وأن يعني تدرك المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف بأقل الأثمان الإضافية، ولكن دون النظر إلى أن المقاومة محشورة للموافقة تحت أي ذريعة. ولا ننسى أن الكيان الصهيوني داخليا وخارجيا يعاني من الضغوط والأزمات أيضا، وأن هناك احتمال لتفجر الحكومة اليمينية في الكيان الصهيوني، وأن هناك احتمالات لأن ينقلب كثير من الأطراف الغربية والشخصيات الدولية ضد الكيان الصهيوني. قبل قليل يعني صرحت نائبة وزيرة الخارجية أو وزيرة الخارجية الألمانية بأنه لا يمكن تبرير أي جريمة بحق الناس في رفح، لأن هناك أكثر من 1.5 مليون من المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء. توجه خطابها للكيان الصهيوني. ولذلك نعم، الاحتلال يمكن أن يذهب إلى مجزرة، المقاومة معنية بكل وسيلة لمنع هذه المجازر والتصدي لها، وهي هذا ما تفعله فعليا. أستاذ رمزي، يعني مؤخرا الكثير من الأخبار والتصريحات تحدثت عن تفكك في مجلس الحرب الصهيوني، يعني هؤلاء الوزراء الذين يعرفون جيدا أن نتنياهو إنما يسعى إلى الحفاظ على نفسه وأن ينأى بنفسه عن المساءلة والمحاكمة، ما الذي يجعلهم يصبرون على نتنياهو وكل الخطوات التي يتخذها ويورطهم معه فيها؟ التيار اليميني المتطرف في إسرائيل، أو التيار الحاقد المتطرف، لا يجد فرصة سوى نتنياهو وأزمة نتنياهو ليستغلها لينفذ أيديولوجيته الصهيونية في الانتقام للشعب الفلسطيني. ويدرك اليمين الإسرائيلي بأنها ربما هي فرصته الوحيدة للانتقام من الشعب الفلسطيني ولتصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي هو متمسك بنتنياهو باعتبار أن نتنياهو شكل منصة له لترجمة أيديولوجيته التي تقتضي تصفية القضية الفلسطينية، ولن يتكرر يعطيهم هذه الفرصة. الخطاب اليميني في إسرائيل هو المسيطر، ونتنياهو ما هو إلا واجهة لهذا اليمين المتطرف. لولا نتنياهو متورط في قضايا الفساد لما سمح لشركائه في الحكومة بأن تكون خطابهم السياسي هو الخطاب المهم. لذلك اليمين الصهيوني المتمثل بن غفير وسموتريتش، هذا اليمين لديه فرصة الآن لضرب القضية الفلسطينية ولتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، وهو يقدم بالمناسبة يقدم بعض الحوافز المالية عن طريق بعض الشركات للفلسطينيين على الهجرة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ رمزي، وكذلك دكتور بشار. إليك بسؤالي الأخير أستاذ إيمان، يعني نادي الأسيرة الفلسطيني أحصى ما يقارب 6500 معتقل في الضفة الغربية منذ انطلاق طوفان الأقصى، هذا ناهيك عن الآلاف الذين اعتقلهم من قطاع غزة أثناء عمليته البرية. السؤال هنا، ما أثر ذلك على صفقة التسوية والمبادرة التي خرجت مؤخرا من باريس؟ نعم، كلما هذه سياسة قوات الاحتلال في كل صفقة تبادل، كلما ازدادت السجون امتلأت بالأسرى، ولدينا حسب إحصائية اليوم لنادي الأسير وهيئة الأسرى 6512 أسيرا فقط بعد 7 أكتوبر، وهذا يزيد من احتمالية هنا إسرائيل هي من تقرر في الصفقة السابقة التي كانت للنساء والأطفال، أخرجت كل النساء والأطفال نعم، ولكن
اكتشفنا بعد أيام قليلة أن هنالك أرقام أو عفوا أسيرات لم يكن ضمن الصفقة ويعتبرنا حسب هذا غير العشرات إن لم يكن المئات الذين يتعرضون للاعتقال بشكل يومي. على أي حال لضيق الوقت شكرا جزيلا لك من جنين، كنت معنا عبر الهاتف الصحفية الفلسطينية إيمان السلة، وشكرا جزيلا لك. متواصلون معكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه التغطية من جديد. أعود إليك دكتور بشار وبعجالة لو تكرمت. يعني أمس تحدث القيادي في حماس أسامة حمدان عن دراسة المبادرة المطروحة من باريس، وأشار كذلك إلى وجود خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو القبول بالصفقة دونها. هل تعتقد أن الوقت لا يزال في صالح المقاومة دكتور بشار؟ المقاومة ليس أمامها إلا أن تستمر بتصعيد عملها ضد الكيان الصهيوني، وأن تحافظ على تضحيات هذا الشعب الفلسطيني اللي تم تقديمها في قطاع غزة خصوصا، وأن لا تجعلها تذهب هدرا تحت عنجهية الكيان الصهيوني. هذا ما هو مطلوب من المقاومة، والمقاومة مؤتمنة على أن تؤدي هذا الدور وأن تحرص كل الحرص على ما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومصلحة القضية الفلسطينية بشكل عام. نعم. إليك الآن بسؤالي الأخير أيضا أستاذ رمزي، على ماذا باعتقادكم تراهن المقاومة الفلسطينية بعد أن تحولت المفاوضات لعملية عض الأصابع من جهة، وخذلان محيط المقاومة العربي والدولي من جهة أخرى؟ المقاومة ليس لديها سوى خيار واحد، وهو خيار الصمود. ما دامت المعركة مستمرة فإنها تراهن على صمود الشعب الفلسطيني. بعد كل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة من أبناء الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن تكون النتائج في النهاية هي نتائج بسيطة وسطحية، إنما لا يمكن القبول إلا بنتائج ترتقي إلى مستوى هذه التضحيات. وبالتالي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هذا موقف للمقاومة يسجل، ومن الضروري أن تصر المقاومة على هذا الموقف، هذا الجانب الأول. والجانب الآخر أن تفرض شروطها بانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة، وأيضا الوحيدة للأسرى الفلسطيني للخروج. ويضاف إلى ذلك أن الثمرة السياسية يجب أن تكون تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، خاصة بعد لأن كم التضحيات كم كبير، ولا يمكن أن القبول ببعض النتائج الشكلية أو البسيطة هنا وهنا. من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني رمزي فياض، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك أيضا ضيفي من إسطنبول عبر سكايب عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتور بشار شلبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، قبل أن نختم وجب أن نذكر بأن قطاع غزة يدخل في يوم غد شهره الخامس من الحرب المتواصلة ضد البشر والحجر والشجر هناك في قطاع غزة، والتي يخوضها ضده الاحتلال الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها للأسف. حتى وإن كان هناك تظاهرات تخرج من الشارع، إلا أن الحكومة هناك تقف بكامل قدراتها للأسف إلى جانب الاحتلال الصهيوني حتى يمعن مزيدا في قتل الأطفال والمدنيين وكبار السن. نرجو من الله أن يعجل النصر لغزة، ودائما ظلوا في عناية الله. إلى اللقاء.